الصبر والسلوان. عشقت قصبة الصيد واعتقلتك كلمات ولحن الغوان. غيرتك على المنطقة فيها بصمة الإنسان المعانق لتربته، المحب لوطنه، الرافع لراية بلده خفاقة في كل مكان. فدمت للصالح العام رجلا كريما، لا تلتفت لمن كان لئيما، فلتصافح ولتسامح، فكل حاقد وحاسد بمرضه سقيما، والله بنوايا العباد عليما. إذا هذه كلماتك يقول السيد محمد هجاني، وغادي يتسلمها بالنيابة عنه. ويسع مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ما نبغيش تفوتني هذه الفرصة بلا ما نقول واحد الكلمة ديال الحق في الحق ديال محمد الهشاني والوالد ديالو رحمة الله عليه إلى يوم الدين. بالنسبة للعائلة ديال الهشاني، الوالد ديال الله يولي برحمة الله، كانوا الناس ديال دوار الحجر مشاو عندو. هذا عمل خيري، دابا السيد في الدار ديال الآخرة، هذا عمل اللي تقال مطلوب من الله سبحانه وتعالى تكتب ليه في الميزان ديال الحسنات ديالو. وكنقولوا لأن الابن ديالو وما حضرش معنا كذلك هو خير خلف لخير سلف. الوالد ديالو رحمة الله عليه مشاو عندو الناس من دوار الحجر، قالوا لي بغينا نبنيو المسجد اللي هو أكبر مسجد عندنا دابا في الدوار. مشاو عندو قال لي يا مودي الفلوس كاينة موجودة، خاص غير تصرف في طريق الصواب. رحمة الله عليه كان كيقول لي بهذا اللفظ هذا، سربيو وجريو في هذا العمل الخيري، ما عرفتش شحال باقي ليا في هذا الدنيا. وتبارك الله الراجل راه ملي كتوقف الأموال كتوقف معاه راه بخير وعلى خير، ما كيقول لي جريو بهذا العمل وسربيو بهذا العمل، ما عرفناش وما عرفناش اللي غيجيو مورانا واش يكملوا ولا ما يكملوش. وبقى كيجري بتفان، كيجي وكيشوف العمل وكيشوف هذا حتى كمل داك العمل. طلبوا الله سبحانه وتعالى يكتبوا لي في ميزان الحسنات ديالو. انا ما بغيتش ندوز هذه الفرصه بلا ما نقول هذا الكلام، واسمحوا لي الله يجزيكم بخير. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافي الابن ديالو محمد، لانه مشى في النهج ديال الوالد ديالو، ما كيتخلاش على شي واحد على الاطلاق. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يحفظ هذيك العائله كامله من كل مكروه. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ رحيم، بعد ما تكلمتي على العائله ديال الهجاني، فأتمنى لها التوفيق أعمالها الخيرية وأعمالها الاجتماعية، وكذلك نشيد بكل عمل خيري، بكل عمل بناء غايته الصالح العام. بالمناسبة كنا ندعي على السيد مروان بريس مدير مدرسة سهام. زوج ولا واحد ولا ثلاثة؟ زوج. بسم الله. ربما نتعرف على السيد محمد هشاني، هو المدير ديال المدرسة ديال سهام جوج، وحنا سعداء اليوم بلقياك كممثل عن قطاع التعليم. تفضل، قول نص كلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تحية حارة من خلالكم إلى جميع المحتفلين السيدة والسادة، وفي نظري أن هذه المبادرة بالاحتفال أو تكريم السادة الأساتذة هو جدير، وخاصة من طرف جمعية آفاق للتنمية الذاتية، هي جديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير وجديرة بالامتنان وتكريم. وهذا التكريم أظنه أنه تكريم لجميع الفاعلين بالإقليم بالمنطقة. فكلمة التكريم هي تعنيه ما تعنيه من دلالات خاصة، وخاصة أننا نشجع